فذكرت سلوكات غير لائقة، سلوكات غير مقبولة، ما كتعجبش الآباء، وكتبحثوا على طرق ديال تعديل هذه السلوكات. اليوم اختارينا جوج ديال النماذج أو جوج ديال السلوكات، السرقة والكذب. بغيتوا تعرفوا كيفاش يمكن اليوم تعدلوا هذه السلوكات. نصائح مع الأخصائية في التربية هناء بنونة. إذا كيف تكلمتي هناء بنونة، السرقة والكذب سلوكات ما مقبولاش، إلا هملناها غيكون عندها واحد التداعيات وأثار في المستقبل. إذا شنو الحل اليوم؟ شنو هي البدائل او كيفاش نعدلوا هاد السلوكات؟ نعم، انا نعطي الاباء واحد المثال باش يفهموني علاش كنهضر. غادي نعتبروا ان اي سلوك سلبي هو لا قدر الله بحال واحد المرض صغير عند وليداتنا. يعني ملي كنمشيو عند الطبيب، شكون هو الطبيب البارع؟ ماشي هو داك اللي كيعطينا داك المهدئ وكناكلوه وكيمشي وما كنبقاوش نحسوا بالاعراض. الطبيب البارع هو اللي كيمشي كيعطينا لي زاناليز، وكيمشي يقلب وكيبحث وكيحاول يجبد المشكل فين كاين باش يعالج المشكل من 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 الداخل ديالو، باش ما يعاودش من بعد يعطينا نفس الاعراض. اذا حنا ملي يكون عند وليدتنا واحد التصرف سلبي غير لائق ولا مزعج، نمشيو نقلبوا ونفهموا علاش عندنا هذا التصرف، ونتعاملوا مع الدواخل ديال هذاك التصرف، نحاولوا نعالجوا منين جاينا التصرف، ماشي نحاولوا غير نغطيوه ونحيدوه، واللي بحال اللي قلت قبيله يقدر يتبدل لنا بتصرف واحد اخر. شكرا. نعم، مازال عندك اضافه؟ نعم، بغيت نقول ان ننتبهوا احنا واش 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 رسخنا القيمه ولا ما رسخناهاش. مثلا في السرقه ولا في الكذب، واش رسخنا هذه القيمه ديال الملكيه والقيمه ديال العدل وديال الصدق. نشوفوا المرحله العمريه اللي وصل لها، شنو هو التعامل الصحيح اللي خاصنا نتعاملوا به. بحال اللي قلنا في السرقه قبل 5 سنوات، ماشي هو من بعد 5 سنوات ولا من بعد 7 سنوات. يعني خاص يكون عندنا واحد النظره شموليه وتحليليه للموقف باش نقدروا نعالجوه بطريقه صحيحه، وثم ما نلجؤوش للانفعالات وما نلجؤوش للعقاب والضرب والشتم او لا الالقاب، بحال نقول له انت كذاب دائما كتكذب، ولا انت شفار، ولا شي حاجه بحال هكا. كلها ممكن القاب او كلمات اللي غتاثر على النفسيه ديالو. نعم، طبعا غيكون على السلوك. نعم، ترسخ هذاك السلوك. السلوك، نعم. اذا مستمعينا مستمعاتنا، نصائح مهمه لكم الاباء والامهات اللي كيتسائلوا كيفاش يمكن نعدلوا السلوكات ديال السرقه والكذب عند الوليدات. شكرا لك هناء بنونة، كنذكر اخصائيه في التربيه.